لكم مباشرة المحاضرة الثانية لهذا اليوم العلمي وهذا المؤتمر المتخصص حقيقة، وستكون من نصيب الدكتور عبد الجبار السامعي. السلام عليكم ورحمة الله. أولا نشكر مؤسسة العزيزي على إقامة هذه الفعالية الجميلة والرائعة وللعام الثاني، وأيضا نرحب بأساتذتنا الكرام الدكتور عبد الوهاب والدكتور وضاح والزملاء الكرام الدكتور محمد والبقية، يعني كلهم باسمي وصفته. طبعا المحاضرة بتكون عبارة عن أقرب للتطبيق العملي، يعني بتكون عبارة عن عرض حالات، وهي من حالاتي طبعا، فبتكون على عرض سريع يعني على بعض الحالات التي يستخدم فيها البيزو والليزر، والذي استخدمناها خلال عام من البيزو والليزر، وكيف غيرت من عملنا في أشياء كثيرة. الصورة هذه إيش ممكن واحد يفسرها؟ أصها يعني لازم حان الوقت إنك تتغير، حان الوقت إنك توجد مكان أفضل، فما بتبقاش مكانك يعني. طبعا معظم عملنا، طبعا كل السلايدات ما فيهاش أي كتابة، يعني كلها عبارة عن صور وشرح فقط عشان بتلاحظوا هذا. هذه طبعا معظم عملنا أو تقريبا كل عملنا هو في هذا المكان، أو في الهارد، بمعنى أصح في الهارد والسوفت تيشو. فنحن علشان موضوعنا اليوم على الليزر أو الدايود ليزر بمعنى أصح، فالدايود ليزر بيكون شغله على السوفت تيشو، والبيزو شغله على الهارد تيشو أكثر يعني. هذا طبعا جهاز البيزو، أول ما أخذت جهاز البيزو قشرت فيه هذه البيضة، وهذا أكبر دليل على أنه جهاز البيزو آمن في حالة مثلا في حالة أنه ما بيعملش دمج للسوفت تيشو، فقشر الهارد تيشو فقط طبعا كيرفولي، يعني مش يعني معناته أنه خلاص بيقشر الهارد تيشو بنضغط وما بيخزقش البيضة، لا. فهذه أول ما أخذنا الجهاز قشرنا فيها البيضة على أساس كادمونستريشن للجهاز. أول ما أخذت جهاز الليزر، وطبعا لما أنت بتلاقي حاجة تقنعك 100% في الموضوع، يصبح الإيمان، يصبح الموضوع إيمان بالجهاز أو بالشيء. هذه الحالة عملت لها إمبلانت وسافر ريف، هو مدير مستشفى في ريف، فانفك عليها الخيط وإحنا عاملين بون جرافت. فكنا زمان لما نعمل بون جرافت ويحصل له إنفكشن نضطر احنا نقرف كل البون جرافت، خلاص انتهى موضوعه. لكن كان تقريبا اقل مريض بعد ما اخذت جهاز الليزر ثالث يوم او رابع يوم، او يعني اول حاله تقريبا اشتغلتها في الليزر. فقلت الليزر فيه برنامج اسمه جنجرينا جيرم في الجهاز نفسه، فقلت ليش ما نطبق تعقيم للحاله ونشوف. ف عملت البرنامج، بتشوفوا الآن وإحنا جالسين نعقم بالليزر، وطبعا غسلت بتيدين أيودين ونورمال سلاين، وعملت كمان أيضا وعملت سوتشرينج وغطيت بالبيريكريل. طبعا برضو ماده البيريكريل انا احبها جدا، يعني مع معظم حالاتي انا بستخدمها، فمش دعايه للعزيزي يعني، لكن هي انا استخدمها دائما صراحه، هو يعرف ذلك. فهذه الصوره بعد يومين او ثلاث ايام. طبعا اذا في انفكشن ما تتخيطش نهائيا، اللي دكاترتنا عارفين انه اذا في انفكشن وجيت تخيط يوم ثاني ينفتح. فبعد ما عقمناها بالليزر كانت هذه النتيجة، طبعا هذا قبل سنة تقريبا، والأمور مشيت تمام وركبنا للمريض. الحالة الثانية استخدمت فيها الليزر مع البيزو في قلع ضرس العقل.
فالصورة الأولى بدأنا نقطع بالليزر، عملنا ريفلكشن بالصورة الثانية، وبتشوفوا الفيديو كذا بسيط. طبعا الفيديو عامل فيه إخراج لأنه ما لقيتش الفيديو الأصلي، أنا كنت مشيش أعمل الفيديو اللي أنا منزله بالصفحات. فقطعنا بالليزر بالمشي سريع، وبعدين استخدمنا لما لقينا صعوبة في خلع الضرس استخدمت جهاز البيزو. طبعا جهاز البيزو هنا ايش فوائده؟ ممكن واحد يقول انا بستخدم الهاند بيس، بستخدم الهاند بيس اول حاجة بتعمل لك، ممكن تعمل لك انفيزيما، ممكن تعمل لك كاتنج للسوفت تيشو، تعمل تيرنج للمكان. جهاز البيزو آمن جدا، يعني بتشتغل فيه بدون حتى لو حصلت تاتش للسوفت تيشو ما بينقطعش السوفت تيشو. بعد ما تخيط بتلاقي المكان نظيف جدا بالسوتشرينج، يعني تقريبا عملنا غرزتين بس وحطيت البيركريل. طبعا هذه الحالة يعني نشيكم ترحموا للشهيدة اللي قتلت في عدن، رشا الحرازي رحمة الله عليها. فكان هذا طبعا بعدها خيطنا وحطينا البيركريل. الفرينكتومي طبعا انتم عارفين لما تقطعها بالمشرط بيكون البليدنج. المريض لما تقول له انا بقطع لك بالليزر يكون يعني مرتاح اكثر، ثقته اكثر، مطمن اكثر. فهذه حاله فرينكتومي. هذه الحاله دي بيجمنتيشن وعملنا لها جنجيفاكتومي. طبعا جنجيفاكتومي مع عمل اعتبارات برضو للجنجيفاكتومي، يعني فلازم نعمل اعتبارات اللي هو البيولوجيكال ويد واللي هي الاتاتشد جنجيفا. هذه بعد العمليه وهذه بعد اسبوع. هذه حاله قبل وبعد برضو جنجيفاكتومي. هذه حاله فايبروما قبل وبعد، شوف كيف القطع بعد ما فيش اي بليدنج ولا كانه المريض عمل حاجه، بيخرج طبيعي جدا. طبعا من اول كان اذا واجهتنا صعوبه في زراعه الاسنان ونشي نعمل زرعه في رج مثلا عرضه 3 ملي او 3.5 ملي، كنا نضطر نعمل فلق للعظم بالمنشار بالساو. ولو ملاحظين كيف المرضى عامل لي بروتكشن للتانك بالاليفيتور، وكان في صعوبة طبعا لو تحرك ولا شيء هذا ممكن يعمل لنا كاتنج لأي سوفت تيشو، كان يعني يشتي له حذر شديد. لكن الآن أصبح مع البيزو سهل جدا. هذه الحالة كان تقريبا 3 ملي، عملنا سبلتنج للبون وحطينا الإمبلانت وبعدين حطينا البون جرافت والممبرين. وهذه الصورة بانوراما بعد 3 شهور من العملية. طبعا هذه الحاله برضو كمان لو تلاحظوا بالرايت سايد المريض اخر زرعه فيها ماكسيلاري ساينس ليفتنج، والزرعه اللي قبلها ايضا، والناحيه الثانيه الزرعه اللي بالنص فيها ساينس ليفت طبعا بالبيزو. طبعا دكتور الحب هذه زرعه ميجاجن كل يعني الحاله كامله، فحتى رفع الجيب بامان. يعني هذه حالة ثانية اشتغلتها مع الزميل الدكتور عمر الدوسري في مركز ردمان. فأنا اشتغلت سايد هو اشتغل سايد برضو كمان بون سيبليتنج. لو تلاحظوا الصورة الأولى كيف كان البون نحيف أول ما بدأنا نفلق العظم، بعدين لما حطينا الزرعات، وهذه الإكس راي، وهذا بعد السوتشرينج. هذه الحالة محولة من الزميل العزيز أنوار الصبري. هذا طبعا استخدمنا فيها اللي هو الليزر، حتى بعض الزملاء قالوا ليش ليزر في الليب ريبوزيشن. فنتائج يعني الهيلينج بيحصل طبيعي، ما دام الهيلينج بيحصل طبيعي بعد القطع بالليزر فهو افضل من القطع بالمشرط. بالمشرط بيكون البليدنج اكثر. ايضا المريض او المريضه لما تقول له انا بعمل لك عمليه بالليزر يكون مطمن اكثر وثقته اكبر بالعمل يعني. فهذه قبل وهذه بعد.
هذا أيضا حالة مع أستاذنا الدكتور خالد العفيف في مركزه. هو طبعا عمل التقويم، وبعد ما عمل التقويم ابتسامة المريضة برضو أصبحت جامي سمايل، فعملنا لها ليبري بوزيشن وجنجيفكتومي. هذه الصورة قبل وهذه الصورة بعد أسبوع أو أسبوعين من العملية. برضو كأنها بعد ما شدينا الليبلة تحت كأنها عملت بوتوكس ولا فيلر يعني. هذه برضو حالة ما ذكرناش تفاصيلها، قبل وبعد برضو ليبري بوزيشن. هذه الحالة دبل ليب، فالمريضة كانت طبعا تتعرض لتنمر من المجتمع، يعني ليش شفايفها كبيرة مرة زيادة. فعملنا لها، شلنا لها الزايد في الليب، والفيديو بنوضح لكم كيف قطع الليزر. طبعا البليدنج اقل من المشرط. هذا قبل، وهذه الصوره بعد 3 أسابيع. هذه الصوره بعد 3 أسابيع يا دكاتره. ايه، هذه الحاله ماكسيلاري ساينس ليفتنج، برضو مريضه حولها واحد من الزملاء من البيضاء، فعملنا لها ساينس ليفت برضو بالبيزو كريستال ابروش. وهذه الصوره الثانيه بعد 4 أشهر، واضح البيس حق الساينس كيف تغير، فين كان قاع الساينس وفين اصبح وكيف البون حول الامبلانت. في فيديو ولو ضعيف شويه حق الكواليتي. مش حق السيارة الحمراء، ها صاحب السيارة الحمراء، سيارة حمراء ماتيز أمام بيت الجيران، اللي سيارته يخرج خرجها يعني. طيب، هذه كانت الساينس ليفت. لو تلاحظوا الشغل حتى ممكن واضح الممبرين كيف بيتحرك والمريض يتنفس. ما فيش أي برفوريشن للممبرين. وبعدين حطينا البون جرافت والامبلانت. والصورة اللي وريناكم قبل هي هذه بعد 4 شهور، توضح كيف تغير الساينس. هذا أيضا حالة ثانية ساينس ليفت كريستال أبروش فلابليس، يعني بتخيلوا رفعنا الساينس بدون ما نعمل فلاب وكريستال أبروش، مع الدكتور طبعا برضه خالد العفيف في مركزه. هذه الصورة بعد العملية. العملية فيها برضه فيديو، ممكن يعني فيديو بسيط. دخلنا بعد ما عملنا بالبنش دخلنا بالبيزو، وبقينا نرفع في الممبرين، وبعدين عملنا كوندنسيشن للبون داخل الساينس وحطينا الامبلانت. وهذه الصورة بعد تقريبا 6 أشهر أو 5 أشهر. طبعا واضح كيف الساينس ارتفع، واضح كيف ارتفع الساينس بالصورة هنا، برغم انه الزرعة الثانية ما حصلهاش اوستيو انتجريشن واضطرينا احنا نعيدها، لكن المجزري ساينس ليفتنج ناجح. المجزري ساينس ليفتنج ناجح، لكن الزرع ما حصلش اوستيو انتجريشن فاضطرينا احنا نعيدها. تخيل يجي لك مريض تقريبا 2 ملي العظم، سماكة العظم 2 ملي واضح بالبريودنتال بروب، كيف بتعمل له امبلانت؟ وهذا طبعا محولة من احد الزملاء الدكتور بلال الزكي. فالصورة الثانية هنا لو تلاحظوا الصورة الثانية كم عملنا اللي هو السبليتنج. الصورة الثالثة بعد ما حطينا البون جرافت وبي ار اف حتى ما حطيناش ممبرين. الصورة اللي بعدها السوتشرينج.
هذه الأشعة توضح كيف كان فقد العظم اللي مرسوم بالأحمر، كيف فقد العظم في المكان. الصورة الثانية بالأشعة بعد 3 أشهر واضح الهيلينج حق البون اللي حصل، وبعدها وهذه الصورة الأخيرة اللي هي الأباوتمنت بعد ما ركبناها، واضح الصور كيف حصل هيلينج في البون. آخر حالة. ثانكس. دكتور عبد الجبار، ممكن سؤال؟ كيف عمل طريقة عمل البيزو؟ أيوة. هل زي السكيلر أو كيف يعني اهتزاز؟ بالضبط، هو شبيه لطريقة السكيلر، لكن هو طبعاً أقوى من السكيلر. البيزو هو طبعاً الدكتور بيذكر تعريف البيزو. البيزو هو عبارة عن ضغط للإلكتريكال، يعني ضغط الكهرباء نفسها. فبيعمل نفس حركة الإسكيلر، بيعمل هامرينج طبعاً، بيعمل كافيتيشن، تمام؟ فما يحتاجش إنك تعمل بريشر على البيزو، فقط ضغط بسيط وهو بيقطع لوحده، يعني نفس فكرة الإسكيلر. الأشياء الثانية الكافيتيشن والستريمينج والتعقيم في موضوع البيزو، بيعمل كمان تعقيم في المكان، بيعمل ديستركشن للسيل وول حق البكتيريا عن طريق الكافيتيشن والإير بوبلز اللي بيعملها. أيضاً بيعمل حتى هيموستيز للمكان، بيقلل لك النزيف في المكان عن طريق نفس الشغل اللي نفس الموضوع اللي الكافيتيشن اللي بيخلقه. فهو يعتمد على موضوع الهامرينج.